هوش يا الناس يلا يلا مرحب. If you see another person that looks identical to you, run away and hide. لا بخاف من هذا اللي بيطلع فجأة. الصوت زاد. الصوت صوت صوت. ورا والله ورا. شفته؟ والله ورا. شفته؟ إيه شفته. صراحة. أسمع الله لازم تحكم براسي وسامحني. لا اسمعك المرة بتشوفه هيك يبين درهم. القانون الأول ما نسوي هذا ما نسوي رياكشن ما نسوي هذا رياكشن. معناته يا جماعة ما حنسوي أي رياكشن، أي رياكشن تعتبر خوف. إذا أول مرة بتشوف القناة هي أس رياكشن اعملوا سبسكرايب معنا اليوم رضا. أنا أول مرة أطلع في القناة، هذا الفيديو لازم مثل ما شفتوا حنشوف فيديوهات مخيفة مثل اللي هلا شفنا. هذا يمكن اللقطة الوحيدة اللي حتكون فن ما بتخوف بالفيديو. أوه ماك مبروك إن شاء الله خلال كم شهر راح يكون تبع المليون. اعملوا سبسكرايب مشان نوصل للذهبي. على فكرة جماعة هذا الفيديو حتشوفوا أحرف عم تطلع على الشاشة، جمع الأحرف بالترتيب الصحيح وبعثوا لنا إياها على giveaway@usimaro.com مشان تربحوا اللي حيكون بالحصالة فوق. مش هذا الفيديو. والله رضا فكرك انا قاعد منغمس جيني وانا وين انا مو منغمس كمان سو محسوبه صراحه انت حتعطي فلوس هذا 100 درهم انا اعطيها عشان صراحه خف. والله ولا شم ريحتها بس ماشي هاي 200 بويلينج مي سخن بخاف من الكاميرات هي اللي تكون دارك وفجاه والله انت فشخ يا رضا والله انت فشخ اسكت ما في شيء بس في صوت لا 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 حيطلع شيء على الشاشة صح؟ هذا الفيديو لا تتفرجوا فيه في الليل لا تفرجوا يا جماعة ما في صوت مبسوط أنا لو حيطلع فجأة هلا حندخل 100 حيط لا حيطلع شيء على الكاميرا لا وفي صحن انا ما خفت هذا قال لك رجال انا ما خفت شوف اللي قال لك قبل شوي رجال ها تعال 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 انت خفت انا جدا بيتجرني معك انا عم بحميك من اللي صار صحيح اف كل شو انت مفروض كاميرا ما احضر معكم عشان ما اخاف من ابن لاستعمال الغطاء لازم تدفع 10 دولار شو يعني رح يحميني من الخوف يعني يحميني من الخوف في عام 2012 قرر صبي الدخول على الويب المظلم دارك ويب دارك ويب كان يدردش مع فتاة اسمها ديمون ايس عم يحكي تشات مع بنت فجأة ارسلت له فيديو انا اراقبك اوكي اوكي عادي عادي حتعمل شيء حتعمل شيء حتعمل شيء حتعمل شيء طب شيل عني ايدك حتعمل شيء شفت كيف صارت؟ لا ما صار فيني شيء مين هي مين هي مين هي مين هي مين هي مين هي مين اللي ورا مين اللي ورا Hey what are you doing here شي ما بدنا اياها صح انا بدي اياها رجال لحالك رجال والله لا نسيت لحالك بيج بانج انت بيج بانج انت لحظه شو الانجليزي اللي سمعته انا هلا بيج بانج مان يا مي ولا ارى كلمه صح هذه صحراء شو هذا بني ادم؟ مين هذا؟ لا تركز كثير لا تركز حيطلع شيء على الشاشه انه قريب لا تركز لا تركز لا تركز هذا فخ لا تركز طب والله انك تخوفني اسامه والله ما بمزح ماشي مخ لا تخاف رضا لا تخاف ها لا تخاف ما راح اخاف لا تخاف ما راح اخاف ولا انا لا تغطي عينك بهذا يا اخي شيل انا مبسوط بقناتي الرئيسيه اجي اعمل قناه ثانيه رياكس اتفرج فيديوهات مخيفه ليش يا هي الصبح عادي عملنا رياكشن
صح. اصلا ما تخوف، ما تخوف. لا شو هذا؟ عربي؟ عربي. هذا عربي. قسم بالله لا اخاف. بسم الله الرحمن الرحيم. والله لا اخاف. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي بلغة الجن. اسمك بلغة الجن؟ غابو. ايوه ايوه ايوه. اول جن بشوفه يحبو جاي هيك. كنت برقص والله كنت برقص. للدقيقة الجاية رح نحضر فيديوهات بدون ضوء، والفكرة وين؟ انه هلا حيكون دبل كل فيديو، اذا بتخاف 200 درهم مو فيديو. دير بالك الله يفتح عيالك. تعال بدي خاف منك ولا من اللي دبل. هذا دبل فلوس. ها دير بالك. لا والله والله العظيم لانك انت اللي تخوف. انت اللي تخوف والله العظيم. ضيف 200 درهم. 200 ضيف 200 ورانا ايش؟ هذا اسيل صغير اجى لحاله. والله فين الميدان؟ شوف 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 حدا عم يدق. بنت صغيره تضحك. ولد صغير ولا بنت صغيره؟ ما بعرف. عادي عادي ما خلاص. اطلع 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 عادي عادي. اطلع 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 اطلع. خفنا؟ لا لا هو ما خفنا. انت خفت؟ لا وانت ما خفت. لا يا اذا خفت 200 شو نحن قد القانون؟ واصلا نص الفلوس حيدفعهم رضا. والله ما خفنا. He doesn't allow me to look. ما بتخليها تطلع بعيونها anyways. تصور تصير معك. اوكي خلصنا دبل. بالله العظيم لا خوف. سمع صوته يقول اتصل بي. خلينا نسمع شو يقول. هذا عم يصور هو الولد صح؟ ايه. واحد عم بيقول له كم هي. والله انا بخاف صراحه لو سمعت. بحكي لك قصه. ايه. بقول لك واحد شو صار. بنت قاعده بالبيت مع امها لحالها بالطابق الثاني تمام، قاعده بغرفه النوم تبعها ولا شوي تسمع امها بتنادي لها. امها بغرفتها ولا الصوت من وين جاي؟ جاي من الطابق الاول. اوكي. فهي جاي بدها تنزل على الدرج ولا بتلاقي امها طالعه من غرفه النوم بتقولها انت كمان سمعتي؟ فهمت فهمت. هلا اسمع الصوت. اسمع الصوت. يعني طلع في حدا عم بينادي بصوت امها من تحت. انا دار جدتي في المغرب فيها 3 طوابق والطابق الفوقاني بخاف اطلع لي. لو خلوني اطلع اجيب شيء من فوق اطلع جري وانزل جري. مره طلعت فوق لقيت في جار يظن انه عماره انها في 3 بيوت، لقى الباب مفتوح طلع لاخر طبق وانا طلعت فوق لقيته واقف هيك. قسما بالله العظيم الى اكثر شيء بكيت. بكيت نزلت عند امي من بجري. يا جماعه القصه هاي الاسبوع الماضي صارت. قسما بالله. لا لما كنت صغير مو الحين. ما هذا؟ هو الولد عم يطلع عملها شوفي. ايه. هي مو شايفة. يوجد احد. بيقول لها في حدا. بتقول لها ما في حدا. اوه ما خفت. انا بس هذه رياكشن على الاشي اللي صار. والله ما خفت. ما خفنا. طب انا مو خايف. لا انا مو شايف اصلا. عربي 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 عربي. لما اسمع عربي بخاف. بظن ان الاشي حقيقي. خليني احكي شوي. مع الجن. بسم الله. بسم الله. كنا ما خفنا المرة الماضية وما حط لما كنا هناك ولا ما خفنا؟ لا ليك بس رجعوا لورا. بس رجعوا لورا. اوكي في فيه زيادة على رجع لورا. وربي ما ادفع فيهم. شو اللي عم يسحبها؟ في بنت في بنت في بنت في بنت في بنت في بنت عم تطلع صوت. 100 درهم بيدفع علي انا كمان على لا صوت. جاني صهد جاني صهد. هذي جانا. لا هو بس راح يجي مي من ورا. هذا شكله بعد خايف. لا مو خايف. شوف 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 قديش سابق. والله والله كفو. حتى انا شوف ولا شيء ولا حد فينا خايف. حدا عم يدق الباب. لا لا تفتح يا غبي لا تفتح. اوكي جماعة وهيك خلص الفيديو. هذا هو اخر حرف وهذا الشخص اللي فاز اخر فيديو. اذا عجبكم الفيديو هذا قولوا لي نعيد الفيديو وبس. لا تبعتوا كل الاحرف بالترتيب الصحيح على giveaway@osimaro.com. انا بدي اقول اشي. قول. ايها الجمهور المغربي بانوا في التعليقات بالعالم المغربي. بانوا السلام بانوا. عليكم. الى اللقاء.